نظمت نقابة المحامين وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بمقر النقابة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على أهالي غزة. وطالب المحامون بضرورة وقف العدوان على قطاع غزة، مؤكدين دعم الرئيس السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على الأمن القومي المصري. احنا النهارده واقفين تضامنا مع اخواتنا في غزه وفلسطين. طبعا اللي بيتعمل ده من اسرائيل فوق الحد، يعني انا مش عارفه فين حقوق الانسان والمنظمات العالميه اللي المفروض بتنكر ده. واقفين بنعبر عن صوت المحامين ضد التهجير، ضد ضرب الاطفال. احنا لابد ان العالم كله يقف مع القضية الفلسطينية. وضع زي احنا مش شايفينه كله، والعالم المجتمع الدولي بيتفرج على غزة وهي بتبادئ بدا كاملة في محاولة لتهجيرهم. فاحنا الأول بنشد على إيد القيادة السياسية المصرية في دعمها وبندعمها في وقفتها في إن لا تهجير ولا توطين في سيناء ولا بره سيناء، وإن احنا في الآخر هنفضل يعني إن كنا ضبط النفس وإن كانت القيادة السياسية هي أدرى بالأمور فيما متعلق باللي يحصل وإمتى هتتدخل، إلا إن احنا خلف القيادة السياسية. سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي له تفويض منا فيما يأخذه من حماية الأمن القومي لمصر.